هناك دائما أسئلة تطرح حول الحركات الاجتماعية إلى آخره، وعادة بعد مدة معينة 4-5 سنوات يمكن حتى أكثر شوي تطرح أسئلة: إلى أين تمشي؟ إلى أين تذهب؟ ما هي المكاسب التي حققتها؟ هل حققت مكاسب أم لا؟ إلى آخره. هناك دائما هذه الأسئلة، وهي أسئلة فيها جانب تقييمي ولكن أيضا فيها جانب نقدي، لأنه اليوم أكثر من 4 سنوات وأكثر من 5 سنوات وأكثر من 7 سنوات الحركة الاجتماعية يعني لم تربح أو لم تنتصر تقريبا في معركة، نحكي في علاقة بافتكاك مطالبها. ممكن أنا أستثني بعض الملفات مثلا كما المكناسي. الغالب الأعم اللي قاعد يتقال تو هو أن الحركات الاجتماعية في تونس ما هيش قاعدة توصل باش تحقق المطالب بتاعها، وهناك ضعف مثلا يتمثل في كون البعض منها يعيش حالة من التسيب أو حالة من الضعف، الأعداد مثلا تولي تقل، القدرة على إحداث الأثر والواقع تقل، التواتر بتاع الحركة بتاع التحركات يقل، القدرة على تجميع الموارد تقل، الصيت الإعلامي يضعف. اللي صار في قفصة حركة عفوية متاع ناس حست بالظلم، متاع ناس حست بالقهر، خرجت تحتج للأسف مع كل احتجاج معناتها في هالسنوات الأخيرة هذه كلها. اللي ينقصه هو تنظيم الاحتجاج، الرؤية الواضحة وتأطير الاحتجاج الواضح، ومعناتها الدفع بالاحتجاج هذايا إلى معناتها إلى نتائج فعلية. حتى اليوم فماش نتائج فعلية، الناس خارج تحتج، النتائج الفعلية تعرف شنية؟ النتائج الفعلية هي اليقافات. عندنا حوالي 12 اعتصام في منزل بوزيان، فما تقسيم، فما احزاب، كل اعتصام يمثل حزب معين، كان فما مشاكل داخليه، كان فما عرك ما بين الاعتصامات، معناها كل واحد يحب يركب على الاخر، كل واحد يحب قبل الاخر. دونك هذاك علاش معناها الاعتصامات ما لقتش حتى حل، والسلطه استغلت النقطه هذه اللي هي انا نشوفها نقطه ضعف، كل الاختلافات وهك التشتت هذاك، خدم السلطة باش حتى معناها تجاوبك إجابة تقول لك انت برا تفهموا في بعضكم الساعة قبل ما تطلبوا برا، شوفوا حل الساعة مع بعضكم قبل ما أنا نشوف لكم حل. وفما برشا المنطق العروشي غادي، راه منطق العرش في ولاية قفصة كما في برشا ولايات أخرى، منطق يكبل الناس، معناتها يخليك مرات معناتها تشوف الحقيقة في بلاصة معينة وما تنجمش تمشي لها. في مانيش مسامح، هناك صعوبة تنظيمية في موضوع الأفقية، كيف نأخذ القرار، كيف نتقدم، لكن هذا أيضا صاير فيه نقاش وتتطور الأمور. هناك صعوبة ثانية في تحديد المهمات المرحلة المقبلة، هل نبقى حملة احتجاجية؟ هل نصبح مجموعة ضغط، حركة مقاومة، أم أنه ننفتح على خيارات ربما أكثر مأسسة، أكثر تنظيم، نقترب قليلا من تنظم سياسي حزبي إلى آخره. المفروزين تقريبا فما شكل نضالي ما خاضوش، معناتها أبدعوا تقريبا كل الأشكال المتاحة في علاقة بالتحركات في الشارع، في علاقة بضربات الجوع، في علاقة بالاعتصامات، في علاقة بكل أشكال الاحتجاج خاضوه. اليوم المفروزين فعليا مازالوا ما وصلوش لحقهم، مازالوا ما افتكوش حقهم. الناس تتعب، راهي الناس تتعب من احتجاج، راهو الناس تتعب في الجهات باش تطلع للمركز باش تحتج، معناتها راهي هذه ناس بطاله، راهي هذه ناس تعاني، معناتها اللي يعاني في 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 معناتها عائلته، اللي يعاني في 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 صغاره، اللي يعاني في كذا، كل واحد ومعاناته، ناس تعاني يوميا معناتها. وفما زاد كلام آخر يتقال من حيث أنها هي ما عادش عندها قدرة على أنها تحدث أثر في المسؤولين بشكل عام ولا الخصوم بصفة عامة، لأن هؤلاء الخصوم يعاملونها بالكثير من التجاهل والكثير من اللامبالاة إلى آخره. نعيش في تقريبا معدل 1000 حركة احتجاجية جماعية في البلاد، ولكن لا تجد صداها ولا تجد ترجمتها العملية وترجمتها السياسية، التحركات الاحتجاجية هذه الكل. مانيش مسامح، كما غيرها من الحركات الاحتجاجية تكتفي بالمطلبية. نحن نطالب السلطة بالتخلي عن هذا القانون، نحن نطالب السلطة بتشغيل المفروزين، بتسوية عمال الحظائر،
بحل المشكل البيئي في قابس، نطالب هذه السلطة كيف يمكن أن نرتقي، كيف يمكن أن ننفتح على تلك الفئات الشبابية اللي هي بالألاف وبعشرات الألاف في داخل تونس وفي خارجها، أن نخرج من تلك المطلبية ببدل الفصل هذا أو أسقط هذا القانون، أن نتحول إلى قوة هجومية، إلى قوة اقتراح، أن نفرض الاقتراحات هذه بقوة الشارع في الفضاء العام بالاعتصامات الجماهيرية، أن نقدموا مقترحات مشاريع قوانين، أن نفتحوا على الحركات الاجتماعية. ضعف الحركات الاحتجاجية اللي ما طورتش، اللي ما عملتش خطوة إلى الأمام فير التشبيك، ما عملتش خطوة إلى الأمام فير التصعيد بأشكال أخرى، خلق أدوات ضغط جديدة تنجم تكون فيها القانوني، منع الاشتباك على الاشتباك على مستوى القانوني، الاشتباك على المستوى الميداني بآليات جديدة، الاشتباك على مستوى سياسي أيضا، يعني أكل الحاضنة نتاع المجتمع المدني والمنظمات المجتمع. اليوم نادرا أنك تلقى حركة احتجاجية تجمع حولها يعني الأهالي في المنطقة نتاعهم، وتجمع حولها مكونات المجتمع المدني من رابطة واتحاد شغل، وتجمع حولها أحزاب سياسية. هذه نادرة جدا. هذه السبب نتاعها أساسا هو ضعف الحركة الاحتجاجية في التعاطي إما مع ملفها أو في التعاطي مع الآخر. فإما تتعامل بمنطق الجارد ضد كل شخص خارج الحركة الاحتجاجية، وإما أن تتعامل بمنطق غياب الرؤية حتى في ملفه وين ينجم يمشي به. الحركات الاجتماعية لما كانت في حالة مد لم تتمكن من فرض واقع غير قابل للإمحاء أو غير قابل للتراجع، ما تمكنتش من أنها تفرض وضع اللي يجعل خصومها في حالة تراجع دائم ولا يواصلوا في التراجع نتاعهم. في لحظات المد الحركة الاحتجاجية على الأقل أن المكناسي كانت خلينا نقوله تمشي إلى أقصاها، يعني كل شيء يصير في نهار حركة احتجاجية تلم حولها الأهالي، تخلق تنسيقيتها، تجمع حولها مجتمع مدني، تجمع حولها أحزاب سياسية، تحول الحركة نتاعها إلى حركة خلينا نقول واسعة، لكن في الأخير تدخل في مسارات التفاوض، والسلطة هذه ما تخشاش، السلطة هذه تعطيك محضر اتفاق، تبرد الحركة، تلقى روحك أنت عام كامل وأنت بين الوعود بين التليفونات وبين الإعداد للمعركة من جديد، وكأنك رجعت إلى الصفر. خصوم الحركات الاجتماعية أقوى مش فقط لأن الحركات الاجتماعية ضعفت، لأن المعركة معركة الحركات الاجتماعية لم تتحول إلى معركة مجتمعية عامة. الارتباكات اللي وقعت في إمكانية الربط ما بين هذا الجديد في الحركات الاجتماعية اللي كنا نحكي عليه الكل، هذه قضية القدرة على بناء التضامنات، وقدرة على بناء الهويات المناضلة، القدرة على التشبيك إلى آخره، كل هذا الجديد، الديمقراطية الأفقية التشاركية إلى آخره، كل هذا الجديد، عدم القدرة على الربط ما بين كل هذا الجديد والقديم الحزبي إلى آخره، مسؤولية ليست مسؤولية الحركات الاجتماعية فقط، هي مسؤولية كل المنظومة بما في ذلك المنظومة الحقوقية والإعلامية إلى آخره. به قد يكون أنه الوعي بضرورة خوض المعركة الآن غير متوفر لأسباب مختلفة، ولكن أنا في اعتقادي أن جانب الإرادة السياسية هو الأكثر تحديدا أو الأكثر تأثيرا في اتجاه أنه لم تبنى هذه الجبهة، وهي جبهة ممكن معناها بالكثير من الجدية ممكن تصح عليها تسمية كتلة تاريخية جديدة، وهذا أمر غير مسبوق بالنسبة لتونس، غير مسبوق لأنه يعطيك أعماق اجتماعية شبابية ونسائية جهوية محلية إلى آخره، تتجاوز بها الترسيمة القديمة اللي كانت موجودة.